عبد الفتاح السيسي عشان يرضي أسياده في المجلس العسكري قام بمجموعة من الجرائم رهيبة جدا، لكن لما استتب الأمر أسفن هو شخصيا طنطاوي نفسه عشان يبقى وزير دفاع عند الرئيس محمد مرسي. نشوف كده. السيد الفريق الأول عبد الفتاح سعيد حسين خليل الزيزي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. مش بس أسفن هنا الرئيس مرسي، بس ده أسفن كل اللي واقفين دول. سيبك من الراجل العسكري ده، الراجل ده نجل الطهطاوي مرمي في السجن بلا تهمة غير انه وقف مع الرئيس مرسي حتى النهاية. الراجل ده هشام قنديل اتبهدل واتمرمط. اذا الراجل ده الخسيس ده أسفن كل دول، قتل منهم الرئيس محمد مرسي وابنه، وأيضا الراجل ده مرمي، الراجل المحترم ده السفير في الخارجية مرمي بلا جريمة، الراجل ده اتبهدل وصمت إلى الأبد. ده جزء من تطبيق عملي لكتاب الأمير لميكافيلي. تعب السيسي قوي عشان يوصل اللي هو فيه النهاردة عشان العالم يحتفل بعيد ميلاده. بعد كده تحالف مع الأمريكان وشكل ما يسمى بجبهة الإنقاذ وتمرد، شكلهم بمساعدة أسوأ وأوسخ نظام في العالم الإسلامي والعربي الإمارات، بمساعدة وأموال الإمارات. افتعل أزمات كتيرة جدا حياتية زي البنزين وزي الكهرباء عشان يقلب الشعب على الرئيس مرسي. حرض الأجهزة التنفيذية والسلطات في مصر ما تشتغلش مع الرئيس مرسي، زي ما اعترف امبارح أو أول امبارح ياسر رزق مع أحمد موسى إن كل المؤسسات ما اشتغلتش مع الرئيس مرسي. ده كان بتحريض من المخابرات العسكرية، وقد كان تم الانقلاب على الرئيس مرسي.